معاناة صحية عالمية بدأت تنتشر آثارها عالمياً وخصوصاً في الدول النامية والفقيرة، حيث تنتشر صفحات بيع الأدوية غير المرخصة والمغشوشة عبر الإنترنت في معظم أنحاء العالم، مسببة أزمة صحية واقتصادية قاتلة. الوضع القائم دفع أكثر من 29 شركة أدوية عالمية لتمويل عمليات الإنتربول الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، حيث تعهدت هذه الشركات الكبرى في عالم الأدوية بتخصيص مبلغ أكثر من 5 ملايين دولار خلال الأعوام الثلاثة القادمة. ومن أجل الحد من سوق الأدوية المزورة التي تعتبر أو سمة قاتل أو التي تعتبر سما قاتلا صحيا على مستوى العالم. يعني المزيد مع ندى حجازي من القاهرة في التقرير التالي. وصفة طبية ورأي طبيب مختص وصيدلية تمنحك الدواء، هذه أركان معادلة التخلص من التعب بمختلف أنواعه، ولكن البعض ربما أصبح يتجه لأطراف أخرى في المعادلة الكثير منها غير قانوني، وعلى رأسها شراء الأدوية من الصفحات المجهولة عبر الإنترنت. تبدو أدوية الإنترنت اليوم حلاً ناجعاً لأولئك الذين يجدون أن أسعار الأدوية في الصيدليات مرتفع قليلاً، ولكن مهلاً، هل يسأل الراغبون بشراء هذه الأدوية الرخيصة عن مصدرها؟ هل يعرفون ما تسببه من كوارث صحية كبرى لدرجة أنها توصف بالسم القاتل؟ إذن حرب جديدة يخوضها العالم اليوم ضد صفحات الأدوية المزورة أو غير المسجلة عبر الإنترنت، والتي اجتاحت العالم، إذ وصلت بحسب آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى نحو 33% من حجم سوق الأدوية في بعض الدول النامية، وتجاوزت 10% في بعض الدول الأفريقية، فيما تعاني منها الدول المتقدمة بنسبة أقل وصلت ل 1%. أرقام مهولة في هذا العالم المجهول صحياً، حيث تقول منظمة الصحة العالمية إن أرباح هذه المستحضرات الصيدلانية المزورة أكثر من 200 مليار دولار سنوياً، فيما تؤكد المنظمة أن أكثر من 50% من أدوية العالم التي تباع عبر الإنترنت مزيفة. وهنا في قارة أفريقيا نعتبر اليوم الجزء الأكثر ضرراً من هذه التجارة المميتة. لصباح العربية، ندى حجازي، القاهرة. في الاستوديو ينضم إلينا دكتور صفوان ناشد، مدير عام شركة فارماپا للأدوية. دكتور، يسعد صباحك. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. طيب دكتور، أدوية مزيفة مقلدة ومستحضرات مغشوشة منتشرة على الإنترنت، نعم، تواجه منظمة الصحة العالمية، ولكن هناك إقبال كبير عليها من قبل المستهلكين. هل بسبب أسعارها الزهيدة؟ هل بسبب قوة الإعلانات والدعايات؟ أو سهولة الحصول عليها عبر الإنترنت؟ خلينا نقول كل هاي العوامل المجتمعية كلها بتأثر، ولكن بالنهاية بيظل الشخص المستقبل هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. فبالتالي الجهل، هي نسميه جهل المستهلك، هو السبب الأول لارتفاع الأسعار وارتفاع المبيعات. طبعاً مقابل هذا الكلام في طبعاً ضعف المنظومة الصحية في بعض الدول اللي بسميها دول النامية ودول العالم الثالث. يعني ضعف مثلاً الرقابة على الأدوية، ضعف تسجيل الأدوية، ضعف طريقة مراقبة الأدوية، هذا كله بيأثر في دخول الأدوية. طبعاً مع فساد إداري موجود في هذه الدول بيأثر على دخول هذه الأدوية بسهولة، وجودها عند المستهلك بطريقة سهلة. خلينا نأكد على شغلة كتير مهمة، إن إحنا مثلاً في دولة الإمارات أو حتى في دول الخليج بصورة عامة ما في شيء موجود عندنا في الصيدليات غير مرخص أو غير خاضع لتسجيل دقيق من قبل الجهات المسؤولة، اللي هي حتى طبعاً قبل ما تسجل المستحضر نفسه حتى بتسجل المعمل المصنع، وهذا يخضع على شروط تنطبق عالمياً على كل الأمور. شركات الأدوية طبعاً بتحارب هذا الشيء أو بتحارب الأدوية المزيفة والمقلدة بسبب أنه هذا بيأثر على سمعة الدواء وبيهز ثقة المستهلك بالدواء اللي عم بياخده. فنرجع ونقول أنه السبب الرئيسي لانتشار هذه الظاهرة هو جهل المستهلك قبل كل شيء. نعم دكتور، يعني شفنا قبل شوي مبلغ 4.5 مليون يورو لدعم الانتربول ومؤسسات أخرى أو منظمات أخرى لمحاربة هذه أو مكافحة هذه الجريمة العالمية، إذا صح التعبير. ما بتحس إنه هالمبلغ قليل؟ أكيد قليل جدا،
لانه بتصور انه حتى مش بس المكافحه هي مكافحه انك تحط اجهزه مثلا حتى توقف تهريب هاي الادويه وانتقالها من مكان لاخر. بس انا بتصور لازم ينحط مبلغ اكبر من هيك بكثير على التوعيه الصحيه والوعي الصحي عند المواطن وعند الشخص نفسه، لانه بطريقه غير مباشره انت لما تاخذ دواء مزيف او دواء مقلد او دواء منتهي الصلاحيه فقط لانه ارخص، انت ما بتعرف شو عم تشتري وما بتعرف شو هي الماده. عدا عن ذلك في نقطه جدا مهمه يا ريت العالم ينتبهوا لها، انت ما انك ضامن شروط نقل وتخزين هذا الدواء. يعني انا اليوم عم بشتري دواء اونلاين او باخذ دواء جاي على الانترنت، انا ما بعرف هالباند كان دواء او دواء عام، يعني سواء نحكي بالجنرال ميديكيشن اللي هي الاثيكال او نون اثيكال، دواء اللي يصرف بوصفه طبيه او دواء اللي ممكن انت تاخذه من على الكاونتر، ايا يكن المستحضر اللي انت بتشتريه سواء كان مستحضر عام او حتى اكل او حتى شرب بشرط يكون دواء، فما بالك بدواء انت اليوم غير ضامن لشروط النقل والتخزين. طيب دكتور، اضافه الى شروط النقل والتخزين، هناك ادويه مغشوشه مسجله باسم شركات عالميه كحبوب انقاص الوزن، تساقط الشعر، وحتى امراض مزمنه كالسكري والضغط، يعني هل هي ادويه فيها مواد فعاله لكن بجرعات مختلفه عن الاصليه، ام مواد قاتله، او مواد يعني لا تملك مواد اصلا؟ لا، حضرتك قلتي كلمتين مختلفتين، مزوره ودواء اصلي. الدواء الاصلي يخضع لرقابه وزاره الصحه 100%، لا يمكن استيراد اي دواء وصرفه لاي مستهلك غير ضمن الشروط اللي تضعها وزاره الصحه لصرف هذا الدواء. عشان هيك في عندنا نحن ادويه ممكن تنصرف على كاونتر تطلبيها، عندك مثلا دواء رشح، دواء سعله ممكن تاخذيه بسهوله، انتيبيوتيك بدك وصفه، بس دخلنا في امور اعلى مثلا ادويه نفسيه امراض نفسيه لا، بدك وصفات مراقبه ومسجله عند وزاره الصحه ومعروف مين الدكتور بيكتبها ومعروف فين. طب الدواء المقلد يا دكتور ايش الفرق عن الاصلي؟ لا اكيد الفرق عن الاصلي، دواء مزيف يعني ممكن العيارات تكون مختلفه، ممكن ما يكون فيه ماده فعاله، ممكن يكون فيه ماده مضره للانسان. طيب دكتور صفوان، هذا بقودني لسؤال، يعني انا كمريض او مستهلك كيف بقدر ان اميز بين دواء اصلي بمكونات بيولوجيه صحيه او صحيحه ولكن بسعر زهيد، وبين دواء مزيف طبعا في حال شرائه عبر الانترنت بنتكلم؟ اولا انا ما بشتري عن طريق الانترنت ولا انصح اي انسان يشتري عن الانترنت، انت بتشتري من مصدر موثوق، بتشتري من مكان مسجل بالوزاره الصحه في دولتك اللي انت عايش فيها. بس دائما احيانا مش دائما بتصير انه في ادويه ما بنلاقيها بالبلد بس موجوده وسليمه. برجع بقول لك حتى لو كان من الشركه الاصليه وحتى لو كان من مصدر هذا، انا بفضل دائما انه في شروط نقل وتخزين ممكن تاثر كثير على الدواء. هلا بطريقه او باخرى انت اشتريت دواء مسجل في دوله موثوق بتسجيلها، عندك شخص استحصلت على اذن وزاره الصحه لجلبه لمريض معين كون الدواء غير مسجل او في طريقه للتسجيل والى اخره، هذا موضوع ثاني ممكن يجي من مريض لاخر. يعني دكتور، يعني حتى لو حبينا نشتري عبر الانترنت او المحافظه الالكترونيه لازم من الصيدليات، من مصدر موثوق. طيب من مصدر موثوق. طيب دكتور، انت ما بتشتري من الاونلاين؟ طيب أبداً. اليوم صار في كثير اشياء بنشتريها اونلاين، ما هي افضل واسلم الطرق للتاكد بان الدواء او العقار العقاقير طبعا التي نشتري هي سليمه 100%؟ انا بحكي على دوله الامارات وعلى دول الخليج بسرعه، بصور احنا عندنا كل شيء. وبدل البرودكت عندنا بديل 20 برودكت، فانا بتصور موضوع شراء على الانترنت انا بقول مع انه هو ترند وماشي بالعالم وناس عم تشتري بطريقه الانترنت، ولكن انا بتصور انه احنا عندنا كل شيء موجود وكل شيء متوفر وكل شيء مرخص وكل شيء خاضع للرقابه، وفي اجهزه رقابه جدا قويه موجوده بالدوله، وما بتصور عندنا شيء مغشوش او مسبوق. ممكن يكون في بعض الحالات الاستثنائيه، ولكن انا متاكد وعارف ونحن مواثقين انه في اجهزه رقابه جدا قويه بالدوله ومتابعه لكل شيء يحصل على مستوى العالم. شكر جهودكم وتواجدك معنا. الله يخليك، شكرا لك. صفوان ناشد مدير عام شركه فارما بانش. اهلا وسهلا فيك، شكرا لك.